السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذي السلام على مولاي ساقي عطاشا يا كربلا. السلام على حامل اللواء السلام على كافل الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته خير شيء على الناس يا أم يا أم البدور للسفرة مجربة بكل الشهور هاي سفرة أم البنين وهاي ليلة الجمعة ومن كربلاء الحسين ويا ما قضت حوائج مولاتي أم البنين وكيف إذا كانت السفرة في شهر رمضان وجوار الحسين يقول خيرك على الناس يا أم البدور للسفرة مجربة بكل الشهور كل شهر من السنة بمكرمة مو مثل رمضان جودي وما شهر ربنا ونعمته من سيمه اتوجه بأم البنين ويا الفطور إلى السفرة مجربة بكل الشهور أطلب الحاجات من قبل الغروب بشغف كون ومحجتك لله وتذوب انخ أم عباس انخ أم عباس وانسى الله يغفر لك اش ما عنده قصور بعد توجهي بأم البنين ويا
فجور وارفع ايدك للإله المقتدر قل له يا ربي تزودني الصبور وانا جاي انخاك وبوقت السحور هاي فرصة بهالشهر ما تنهمل ما يفوت هل براسه عقيل من شهر رمضان بحلال يهيل تنفتح جنات ربك والقصور خيرك على الناس يا أم البدور واحنا يا معباس وبهذا الشهر واحنا يا معباس وبهذا الشهر وبولد هالأربع ذول الدرار ننخربنا يعجل بيوم القدار للإمام المهدي ويعجل الظهور يا صاحب الزمان الأمان الأمان يا صاحب الزمان بجاه أم عباس بارين الكريم يا إلهي ويا مجيب ويا رحيم عجل المهدين يا رب العظيم حتى يقضي عن النفاق وعلى الفجور للسفرة مجربة بكل الشهور لخادم الحسين أبو باسم الزياد إن شاء الله بحق أم البنين وهذا الشهر الكريم الشهر المبارك إن شاء الله كل حوائجكم كل ناسنا اللي يشاهدون اللي عندهم حوائج مستعصية أشياء عجيبة غريبة إن شاء الله أم البنين تمسح على كل مريض إن شاء الله والناسنا اللي يتمنون الذرية يرزقون الذرية الصالحة بعد في سفرة أم البنين ولمولاتي فاطمة العليلة سلام الله عليها طفلة المريضة اللي تركها الحسين خادم الحسين ذرية الزهراء سيد حبيب الصافي شنو كتب بو يهوى تتباهى البنات بحب ابوها اهواي 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 تتباهى البنات بحب ابوها وبالاخص لو امها عدل يدللوها بويا هواي بويا هواي هواي تتباهى البنات بحب ابوها وبالاخص لو امها عدل يدللوها وانا الله يساعد قلبك يا فاطمة العليلة وانا
وانا عند اثنينهم واثنينهم عافاها بتهم ما خذوها ابويا يا ابو علي يا ابو علي يا ابويا وانا عندي وانا عند اثنينهم بويا واثنينهم عافوها بتهم ما خذوها ليش ليش يا اهلي انا طفله ليش يا اهلي بويا ليش يا اهلي انا وانا طفله والمرض والخوف والحسره لوها بويا وانا طفله والمرض والخوف والحسره ولوها وينكم بويا وينكم ما حنت قلوب الأهل وذكراها بويا بويا وينكم ما حنت قلوب الأهل وذكراها كلها باسم الصيح مسكينة العليلة كلها باسم الصيح مسكينة العليلة عنها راحوا كل أهلها وما اجوها ابويا يا ابويا كلها باسم الصيح مسكين العليلة عنها راحة كلها الهو ما اجوها بحق فاطمة العليلة إن شاء الله هاي ليلة الجمعة وشهر رمضان أن تشافي وتعافي كل مريض ذرية الزهراء حبيب الصافي الله يبارك بعد مولاتي زينب سلام الله عليه ونحن جوار الحسين وهذه الأيام أيام مباركة ليالي بها استجاب الدعاء بها شفاء المرضى إن شاء الله شنو قالت مولاتي زينب لسان حالها روحي بعجل محتاج خوايا بويا روح بعجل معتاز خوان وخاف ان عشت برايا العدوان بويا ويزيد بيت لال الاحزان بويا فوق الغرب ودموع نشان علي ابويا بويا بيا جريح لا ما حكيت لاخواني هاليوم اذخريت بويا ضرب المتن بويا ضرب المتن ما عالجيته منتظر الحسين وخويته يا خويا يا روحي احاهد من يجوني انا معتب ولا اقول بويا سبوني
سبوني معتيب ولا قولن بويا سبوني بس ريت ريت اشوف الدللوني بويا بس ريت بس ريت اشوف الدللوني واخواني حاشا يخيبوا عيوني بويا عليهم صبر ما ظل لي حبهم ورد طيب وحميد ذولا بويا ذولا العشق مو بس خويه مثل الهوى يدرون بويا يدرون بيا علي يا ابويا الله يعين قلبك يا زينب للخادم الطيب سجاد الكربلائي. بعدنا في سفرة أم البنين وهاي الأبيات اللي نقراها لقضاء الحوائج لشفاء المرضى لدفع الوباء والبلاء إن شاء الله. حسن مجيد الحديد كتب أبيات اللي عنده حاجة مستعصية إن شاء الله نقسم على أم البنين بالحسين حق هذا الشهر المبارك وهذه الليلة المباركة ليلة الجمعة إن شاء الله نقول هذه الأبيات حق أم البنين. الحاجة يقضيها بدموع العين بصلاة يهدي لأم الأربعة ذكرى يا ذكرى التصعب الحالة التصعب الحالة وما تقدر عليها الشيوخ تصير أسهل لو أن يمها فرشة سفرة سفرة بويا الصير الصير سهلة أو لو أن يمها فرشة سفرة حنين هواي علي يخدم ابنها حسين 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 بويا حنين هواي هواي علي يخدم ابنها حسين والصدر من قبض جاها وفرج أمره أمره هي من العرش آية بكرم والطيب نزلها العرش للمنقبض صدره للمنقبض صدره من انحار من الحار اخذت دروس من عابس بويا اخذت دروس اخذت دروس من عابس من الحار العبد يتميز بحبك من الحور صدق يا حسين متغير صدق يا حسين متغير من الحار وعليك تدوس خيل الأعوجيه يا وعليك تدوس خيل الأعوجيه الأعواجي خادم الحسين رعد الشريخي. ما عندنا فقط أنه نقرأ الأسماء لأن الناس ويسألون الدعاء ووقتنا يعني هذا الوقت اللي يسمح به السفرة سفرة مولاتي أم البنين سلام الله عليها. ندعو لكم زمن قاسم للشفاء من مرض السرطان. الحاجة بثينة حميد للشفاء العاجل. نور غانم لقضاء الحوائج.
وحسن ومريم للذرية وعائلة علي عبويد قضاء الحواجب والأخت حميدة للشفاء وعباس قاسم للشفاء العاجل والحاج فاضل لقضاء الحوائج أم عباس للشفاء سهراء للشفاء استبرق عزيز والعائلة لقضاء الحوائج المرحوم مرتضى سلمان الشهيد أياس سلمان إيمان عواد للشفاء العاجل سناء صالح لقضاء الحاجة وكل متصلي برنامج فطرس كل المتصلين إن شاء الله ما ننساهم من الدعاء كذلك المرحوم محمد مدينة المحفوظ والديها ومحمد فوكسجنة وزهراء قضاء حاجة ومحسن ومهدي الرميح قضاء حاجة. احنا هذا الوقت اللي يسمح به إلى هنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.